جينا احنا عملنا معاينة على الميدان بالنسبة للمجتمع الجيبة، والمقاول تعهد انه باش يكمل في سبتمبر 2022. احنا نبهنا عليه وراينا واضح انه معناتها يلزم يكمل، يحترم الجدول الزمني اللي متنا بيه، وانه تعهد في سبتمبر 2022 باش يكمل العمل نتاعو. اذا كان نشوفوا نسق معناتها الاعمال اللي خذاه نسق حثيث وبدا يتقدم بالكدا في الاشهار، احنا باش نكملوا نواصلوا معاه. اذا كان رينا الامور ماهيش قاعده تمشي كما نحبوا، احنا راهو باش ناخذوا اجراءات اخرى معناها فيما يخص انجاز الاشهار. احنا كلهم وظيفيه قلنا له اعطانا هو في الجدول الزمني، اعطانا فما مباني نتاع شرطه نتاع ديوانه نتاع مبيت نتاع الاعوان الامن كيف المطبخ، الكل هذوما الوظيفية اللي باش يكملهم. قلنا له أي معناتها مبنى تكمله يسلموا للإدارة، ومعناها حتى يكمل الأشغال كله. خاصة أكدنا اليوم على شبكة الطرقات معناتها يلزموا يكملها، والتغليف بالخرسانة الأسفلتية. قلنا له معناتها الأشغال هذه مهمة جدا ويلزموا يتعهدوا يكملها في أقرب الأجل. حركة معبر الذهيبة معناتها حركة كبيرة. أي هذاك علاش حركة كبيرة، يلزم نسرعوا في الأشغال ويلزم يكمل في التاريخ اللي حده هو واللي تعهد به. سيد الوزير، هناك مشاريع كبرى في الولايه ديما تشهد الخير برشا، هذا مش اليه على الاقل باش تولي هالمشاريع هذه تتم في اجالها وتحقق الهدف منها. والله انت والمشكل صار فما اشكاليات عقاريه، خاصه الاشكاليات العقاريه اللي هي قاعده تعصر في عديد المشاريع. احنا في التوجه الجديد نتاع وزاره التجهيز والاسكان ما عاد نبداو في الاشغال الا ما معناتها الحوزه العقاريه نكونوا متمتعين منها. وحتى تو كيما طريق سيارة تونس جلمة قمنا معناتها بتحرير الحوزة نتاع المشروع قبل ما ننطلقوا في الأشغال، وبالطريقة هذه إن شاء الله معناتها مش في نبداو في الأشغال ننطلقوا معناتها نمشي بنسق كيما. مش مشكل فلوس. الفلوس احنا الاعتمادات معناتها من نخدموا مشروع، انما الفلوس تكون مرفوضه وانما الاعتمادات تكون مرسمه. وهما المشاريع الكبيره، عديد المشاريع الكبيره هي تلقاها معناها يشارك فيها الممولين معناتها من الخارج، يعني لما تكونوا الفلوس مرصوده باش ننطلقوا في المشروع. اي سيد الوزير، المشروع ينتظر عالي تطاوين، خاصه امام الاكتظاظ المروري في تطاوين. يبدو انك اعطيت الموافقه على انطلاق دراسات الطريق الحزاميه في تطاوين. اي نعم، احنا المشروع هذا مشروع مهم جدا، وهم ينتظروا فيه اهالي تطاوين، واحنا بيدنا معناتها باش نشجعوا الدراسه هذه تنطلق في اقرب الاجال، الدراسه نتاع الحزاميه لتطاوين باش نقصوا على الاكتظاظ المروري داخل مدينه تطاوين. وان شاء الله معناتها نشوفوا عديد الفرضيات ومسارات معناتها بالدراسه هذه، وبعد تصير تحرير الحوزه العقاريه ثم ننطلق ان شاء الله في الانجاز.